أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع القمة، وقمتنا اليوم أعزائي المشاهدين قمة استثنائية، فهي تتعلق بأهم عضو في الجسم الإنساني والبشري، إنه العين. العين التي خلقها الله لنبصر بها ونستمتع بما خلق لنا من ألوان الحياة وجماليات الكون. اليوم أعزائي المشاهدين مع خبير البصريات الأستاذ وليد الوكيل، نقول لحضرتك أهلا بيك في برنامج القمة يا أستاذ وليد. أهلا بيك فل أستاذ وليد. أنا وأنا جاي في الطريق إليك حسيت كده أن أنا فعلا محتاج أني ألبس نظارة، بس مش عارف ألبسها ولا لا. إمتى الإنسان فينا يحتاج فعلا ان هو يلبس نظارة؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، الاول في بعض المؤشرات زي مثلا بتحس بصداع خفيف، زغللة، بتحس ان الكلام اللي انت كنت بتشوفه بوضوح ما عادش قادر تميزه، بعض الالوان، الشخصيات اللي قدامك مش قادر تميز اشكالها، مش قادر تميز مين ده ومين ده ومين ده. ساعتها بنتوجه للدكتور، بنعمل كشف، بنعمل اختبار، بنطمن منه على النظر بتاعنا عامل ازاي، مستوى البصر بتاعنا عامل ازاي. يعني اذا المساله محتاجه الى طبيب اخصائي عيون اولا لتحديد الكشف، وبعدين بنيجي للاخصائي البصريات لتحديد العدسه. طب دكتور، ازاي اختار النظاره المناسبه لتكوين وجهي انا الانساني؟ ازاي اختار النظاره دي؟ هو سهل اول السؤال بتاعك ده، اللي ممكن اقول لك ايه، ان الوش المدور يلبس نظاره مستطيله، والوش البيضاوي يلبس نظاره مربعه زي ما الناس كتيره بتعمل. لكن في الحقيقه كل وش ليه تفاصيل معينه وليه اشكال معينه، وخلاف ده كله لازم يكون الكشف يناسب النظاره، عشان ما يبقاش النظاره شكلها جميل لكن مقاس العدسات سميكه شويه، فتطلع النظاره شكلها في التوتال بتاعها مش جميل. فلازم تتوجه للاخصائي اللي موجود في المكان، هو اللي هيقدر يفيدك ويدلك على النظاره اللي تناسب وشك وتناسب الكشف بتاعك. طب دكتور، العيون احيانا بيكشف على المواطن ويقول له انت نظرك كذا او كذا ومحتاج نظاره، لكن لازم يتبعه كشف. بروح انا للكشف عشان انا حاسس ان انا محتاج الى نظاره. طب ازاي انا اتعرف على ان ابني الصغير المولود او اللي عنده سنتين او ثلاثه او لسه سنه، ازاي اعرف ان هو محتاج لنظاره او ان نظره محتاج الى كشف او غيره؟ في الحقيقه ده سؤال مهم جدا، لان احنا في اولياء امور كتير بالنسبه للاطفال بيقول لنا بعد سنتين ثلاثه يتفاجئوا ويتصدموا ان ابنهم نظره ضعيف. لازم الام لان هي المختصه بتربيه الاطفال في البيت لازم تبقى مراقبه ابنها من بيت او الطفل من بيت. الطفل مثلا مفيش حركات اتزانيه، الاتزان بتاعه مش مظبوط، لما بيتفرج مثلا على فيديو او تلفزيون او اي حاجه بيقرب قوي قوي من التلفزيون بشكل ملاحظ، تركيزه كله بيبقى في التلفزيون، مضيق عينه قوي على قد ما يقدر. كل دي مؤشرات
اللي انت لازم تروحي تعمليه كشف عند الطبيب او تستشير الطبيب بتاعك. طب عملنا كشف عند الطبيب وجبنا النظاره والولد مش عاوز يلبس النظاره، او يعني ازاي اقنع الطفل الصغير ده بان النظاره مهمه وانه لازم يلبسها؟ هو احنا في زمن الطفل دلوقتي بقى كل طفل ليه شخصيته، تمام، وفرض الشخصيه على اللي حواليه، دي حقيقه، فلازم هو اللي يجي يختار نظارته، لازم هو اللي يكون حابب الشكل. ما ترغموش ان انت تلبسه نظاره معينه او شكل معين، لا، خليه عنده فرايتي كتير، تشكيله كبيره يقدر من خلالها يختار الشكل اللي يناسبه اللي يحبه، عشان ما يرجعش في البيت يقول لك انا مش لابسها. اذا احنا ننصح ان لما تروح تنقي النظاره تختار النظاره تاخذ الطفل معاك عشان هو اللي يختارها، وكانها لعبته وكانها حاجه من اختياره هو، ويلبسها وهو مقتنع تماما بيها. استاذ وليد، النظارات عدسات اكيد طبعا. طب عايزين نعرف ايه اهم انواع العدسات اللي ممكن نحن من خلالها يكون معانا نظاره جيده؟ او هي انواع العدسات فيها كتير جدا وفيها مستويات كتير جدا، بس احدث انواع العدسات اللي نازله حاليا في السوق عدسات اسمها بلو كات، دي بتمنع الاشعه الضاره بنسبه 100%. دي فايدتها ايه؟ واحد، اي اشعه ضاره زي ما قلنا، تلفزيون، لابتوب، موبايل، اضاءه سيارات، اضاءه بيت، في اي مكان فيه اشعه ضاره بتمنع دخول العين. ده بيعمل ايه؟ ده بيخلي العين مستقره، الكشف يكاد يكون مستقر، ما يضعفش بصوره مستمره، غير كده بتحمي العين من اي حاجه بتضرها. اسمها ايه العدسات؟ بلو كات. العدسات دي انتاج دولي ايه؟ هي دي اتحاد اوروبي، تمام. العدسه دي متوفره عندنا، موجوده بشكل متاح في السوق، بس ليها اسعار مختلفه، ليها اسعار مختلفه على حسب الكواليتي اللي انت بتختاره، فاسعارها بتناسب جميع الطبقات. ده كويس جدا جدا. بلاحظ ان في واحد بيكون ماشي بالنضاره وبعدين لما يقعد على المكتب يقوم قالع النضاره ومطلع نضاره تانية عشان يقرا بيها، وبعدين بالليل او الفجر يقلع النضاره دي ويلبس نضاره ثالثه عشان يقرا في المصحف الصغير اللي معاه. هل في يعني نضاره او عدسه بتقوم بكل هذه الاعمال، ولا من الصعب ان احنا نوجدها يعني؟ هو في الوقت الحالي التكنولوجيا اتطورت جدا، كانت مشكله عند ناس كتير بالذات الموظفين او اللي بيشتغلوا باعمال مكتبيه كتيره، تلاقيه ماشي لابس نظارة المسافات بس لما يجي يقرا لازم يقلع نظارة المسافات، ويمسك نظارة القراءة يقلع نظارة القراءة، ينساها في البيت مش عارف يشتغل. في عدسات نزلت دلوقتي حديثة، نوعين منها، في نوع اسمه باي فوكال ونوع اسمه مالتي فوكال. الباي فوكال ده عبارة عن نظارة القراءة ونظارة المسافات في نظارة واحدة، مش محتاج بقى ولا تقلع نظارة المسافات عشان تلبس نظارة القراءة تقرا بيها، ولا محتاج تقلع نظارة القراءة عشان تلبس المسافات عشان تشوف بين الناس بيها. فدي بتضم ال جميع الحالات معاها، ودي تعتبر سهله الحمل وسهله الاستعمال اكتر من ان انا اغير نظارات مع بعض. اكيد طبعا، اكيد طبعا، بتوفر عليك حاجات كتير جدا، بتوفر مجهود، وبتوفر ان انت قلقان ان انت الناس النظاره، وبتوفر تكلفه كمان، ان انت بدل ما تعمل نظارتين ثلاثه في كل حته سايب نظاره، لا، هي نظاره واحده بتتماشى مع كل ظروفك في اي وقت انت ماشي فيه. طب انا بشوف يا استاذ وليد ان في عدسات ملونه للنظر، هل ده موجود فعلا ولا دي مجرد قدعة؟ موجود يا فندم، في نوعين من العدسات، في نوع بنسميه فوتو براون او فوتو جري، دي بوظيفتها في الشمس بتغمق، وفي المكتب في البيت تخش مكان ما فيهوش ضوء شمس كبير فبترجع ابيض تاني، وفي نوع بيبقى نظارة الشمس ثابته، تمام، بيتعمل لها عمليات كيميائيه، تمام، العدسه بتاعتها، وبتدي لك المظهر الجمالي بتاع نظارة الشمس، وفي نفس الوقت تقدر تشوف بيها زي نظارة النظر بالظبط. طب انا عندي نظارة وعايز احافظ على النظارة دي والعدسات بتاعتها، ايه اللي ممكن اعمله او الاجراء اللي ممكن اعمله يوميا مثلا او لاستعمالها عشان احافظ عليها وعلى نقائها؟ بص يا فندم، هو احنا النظارة النظر عامة في ناس كتيرة معتبراها اللي هو جزء صغير او حاجة كده لا تذكر، لا، النظارة النظر دي ده جهاز تكميلي او جزء تكميلي، انت مش قادر توصل لهدف معين فانت بتجيب حاجة تساعدك توصل للهدف، مش قادر توصل لرؤية معينة فلازم تجيب حاجة توصلك للرؤية اللي انت عايزها. طب احنا ازاي نحافظ عليها؟ طيب نحافظ عليها عندنا شقين، النظارة نفسها، الاطار نفسه او الفريم نفسه، والعدسات.
طيب نتكلم على الاطار الاول. الاطار ليه طريقه تحافظ بيها على على اطاله عمره ويقعد فتره طويله معاك على قد الامكان. بنلبس النضاره بايدينا الاثنين ونقلعها بايدينا الاثنين. طب ده ايه مستو او ده بيعمل ايه في النضاره؟ طب انا ممكن اقلعها زي الناس كتير جدا بتقلعها بايد واحده. حضرتك لو بصت كده وانت بتقلعها بايد واحده فصلات. بتلاقي المفصله هنا بتضغط عليها فبيبقى سهل معرض للكسر بطرق كتيره من المكان ده او المكان ده. أيوه. تمام. لكن لما بنلبسها بايدينا الاثنين بنقلعها بايدينا الاثنين بتحافظ على عمر الدراعات بتحافظ على عمر الشنطه. ده بالنسبه للاطار. اما بالنسبه للعدسات فيفضل ان انت تكون معاك المنديل اللي هو جايبه من محل النظارات او من عند الاخصائي وتمسحها في اتجاه واحد بعد ما تتاكد كويس ان المنديل ما فيهوش ذره تراب. ليه؟ احنا يعني لما بنيجي نمسحها في اتجاه واحد بناخد الاتربه او الذرات اللي احنا مش شايفينها او الدهون او في اتجاه اللي خارج الشقه. اما لو مسكنا العدسه وقعدنا نجيب بيها يمين وشمال يمين وشمال كتير من الناس هتلاقي لو في ذره ترابه صغيره انت مش شايفها بينك تمام بتجرح العدسه وبتخلي منظرها مش كويس وبالتالي بتاثر على عين في الانكسارات البصريه بتاعت العدسه. ده الحقيقه معلومه جديده جدا بالنسبه لي. انا كنت بمسح العدسه بتاعتي رايح جاي كده وطبعا هي بعد مده بسيطه تلاقي بدات فعلا مش بدات انت مش شايف بيها كويس النضاره بقى شكلها مش كويس زي الاول او زي ما انت كنت جايبها اول مره. فعلا. طب استاذ وليد لو ان انا ما بلبسش النضاره بتاعتي بشكل منتظم يعني انا بلبس نضاره بمشي بيها نضاره مسافات ونضاره قراءه وكده لكن لو ما لبستهاش بشكل منتظم هل ده ممكن ياثر على قوه الابصار عندي؟ اكيد طبعا. في ناس كثيره انا اسف ان اقول ايه ان هي بتهمل في عينيها. ازاي؟ انت مثلا مسافر ونسيت النضاره. طب يا جماعه مش مشكله النضاره ما انا شايف وبتعامل بيها. حتى لو نضارتك نمره بسيطه جدا لازم تلبسها وتحافظ عليها. هندي مثال بسيط. انا لو جبت مثلا طفل صغير وكنت بديله مصروف كل يوم جنيه وبعد كده اديت له 10 جنيه هل لو انا بعد كده سحبت منه ال 10 جنيه واديت له الجنيه هيقبل بيه؟ ده طبعا مش هيكون مقبول نهائي. صح الكلام؟ أصلاً. هو ده المخ. المخ انت بتديله صوره كامله صوره قويه بالنضاره. تمام؟ ايوه. فلما تقلع النضاره بياخد الصوره الضعيفه فبيشتغل على العين اكتر فبيشتغل على المخ اكتر بيشتغل على التركيز اكتر. فبالتالي بيضعف الاعصاب. فبدل مثلا ما الكشف بتاعك تغيره مثلا كل سنه او كل سنتين بتحتاج تغيره كل 6 شهور ويبقى الكشف بتاع العين او مقاس العين غير منتظم وده بيسبب امراض كتيره فيما بعد. استاذ وليد خارج سياق البصريات هل في تنصح حضرتك لنظافه العين وابصار العين ببعض القطرات او القطره معينه او غسول معين او شكل معين من انواع ال هو في الاونه الاخيره في ناس كتيره بتبقى تخش على النت تقول لك القطره الفلانيه دي بتعمل نظافه للعين والقطره الفلانيه دي عشان لو مش عارفه تلبسي ايه يعمل لك تخدير والكلام ده. الكلام ده كله غير صح. العين عامله شبه البصمه زي البصمه بالظبط بتاعت الايد. كل بني ادم بصمته مختلفه عن التاني فمش كل عين تنفع معاها القطره. والقطرات الموجودة ليها عدد معين من الاستعمال ليها مثلا نقطة في العين محتاجة نقطة في عين محتاجة اتنين في عين محتاجة ثلاثة فمش هننفع احنا نوصف لنفسنا حاجات تضرنا. لازم الحاجات دي تستخدم عن طريق طبيب. أو دي فعلا نصيحة جيدة ان احنا مش على المدى ممكن نستعمل قطرة لمدة شهر وشهرين لا ممكن القطرة دي يكون معادها اسبوع بكتيره وبتنتهي. القطرة بعد 5 ايام ولا بيخلص. لكن في طريقة تانية سهلة جدا في كل بيت في مصر في العالم كله. المية. مية. انت حضرتك لو غسلت وشك كويس زي ما بتغسل الصبح كده وغسلت عينيك كويس مرتين كده بميه فتره ولا هي سخنه ولا هي بارده تمام فتره انت بتحافظ جدا على العين بتحافظ على القناه الدمعيه بتاعتك وبتحافظ على الرموش والجفون بتعمل عمليه ريفرش للعين. حقيقة الحديث مع حضرتك استاذ وليد حديث ممتع لكن انا شايف قدامي بعض الاجهزه كده انا مش عارف هي بايه بالظبط لكن اعتقد ان حضرتك تستطيع ان تشرح لي عمل هذه الاجهزه اللي انا شايفها هنا.
الاجهزه دي احدث اجهزه نزلت مصر عامه. تمام. الجهاز ده بيستخدم عشان العين، سوري عشان العدسه بتاعت النضاره. في بعض المحلات او يعني في بعض المشاكل بتحصل في المحلات لان دقه العدسه ما بتبقاش هي الدقه اللي الدكتور عايزها، بيبقى فيها نسبه خطا. الاجهزه دي بتعالج الكلام ده كله. الاجهزه دي على ادق على اعلى مستوى، نسبه الخطا فيها يكاد يكون 0%. فيها كذا استخدام، ده بالنسبه للتركيبات النظارات. وغير كده هو فيه هنا زي مثلا بيت صغير كده للاشعه. تمام. بنشوف درجه نقاء العدسه وبنشوف درجه منع الاشعه الضاره اللي تخش في العين. احنا سبق وكلمنا ان في عدسات بتمنع دخول الاشعه الضاره للعين. تمام. ده الاختبار بتاعها. هو الجهاز ده متوفر في كل مكان يا استاذ وليد ولا المحلات معينه يعني اللي بتجيبه؟ بعض المحلات طبعا، لان الجهاز ده مكلف جدا. مكلف جدا، سعره مكلف جدا. طب النضاره الصغيره اللي انا شايفها دي نضاره نظر ولا نضاره شمس ولا ايه بالظبط؟ لا ال دي في حاجه اسمها اي بي دي للكشف. يعني ايه اي بي دي؟ الاي بي دي ده المسافه اللي بين بؤرتين العين. دايما انت لما بتيجي تعمل كشف جديد وبتعمل نظاره جديده، اول ما بتلبسها بتحس بزغلله وبتحس ان الارض مش مظبوطه وانت الابعاد عندك مش مظبوطه، فيقوم اللي في المكان يقول لك والله اصل انت هتتعود عليها 24 ساعه وتتعود عليها. الكلام ده مش دقيق بنسبه 100% الا اذا كان فيها بعض حالات فيها حساسيه عاليه جدا في العين. الجهاز ده بيعمل ايه؟ بيقرب البؤره بتاعت العين، بيحددها يمين وشمال. تمام. ويديك هنا رقم. طبعا في مؤشر اهو بيتحرك. تمام. وبيطلع لي الرقم زي ما حضرتك شايف كده اهو. في رقم من اهو. لو نفترض عليا مثلا بحطه كده اهو. تمام. وابدا احرك المؤشر لغايه لما يبقى قدام البؤبؤ بتاع العين بالظبط. تمام. فبيدي لي هنا رقم. الرقم ده بطبقه على النضاره ومن خلاله بعمل السنتريشن او المتوسط نقطه البؤره بتاعت العدسه، بركبها بشكل دقيق قدام بؤره العين بالظبط. فاول ما تلبس النظاره ما بتحسش بالاختلاف ده، لو حسيت بالاختلاف ممكن نص ساعه او ساعه بالكثير. تمام. وتلاقي الدنيا بقى مظبوطه معاك، ما فيهاش مشكله خالص. غريب ان انا اول مره اشوف هذا الجهاز الحقيقه. يعني ده متوفر ايضا في السوق ولا هو مش صعب شويه تلاقيه؟ لان في ناس بتعملها بشكل يدوي. تمام. بس طبعا الاخصائي البصريات بيحب يكون حرفي زياده عن اللزوم شويه، لازم يبقى دقه. يعني لان احنا لما درسنا العين درسنا ان اي واحد ملي في العين خطا بيعمل مشكله والم للعميل. طب ما دمنا وصلنا لمساله درسنا العين والبصريات والحاجات دي، احب اتعرف على دراستك التخصصيه في هذا المجال. انا اخصائي بصريات، درست في المعهد العالي للتكنولوجيا البصريات 4 سنين. المعهد ده بندرس فيه شق طبي وشق هندسي وشق علوم، من كليه علوم كيمياء وفيزياء واحياء. تخصصنا كاخصائيين بصريين بنعمل كل حاجه تخص الابصار من اول الاجهزه البصريه لغايه تركيب النظارات. والله أنا سعيد جدا بحواري معاك النهارده يا أستاذ وليد، وأنا شخصيا استفدت بكتير من المعلومات اللي حضرتك قلتها، وأعتقد إن جمهورنا جمهور برنامج القمة استفاد معانا وعارف يعني إيه نظارة ويعني إيه حافظ عليها ويعني إيه يلبسها إمتى ويعني. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذا الحديث أحب أن أتوجه بالشكر والعرفان للأخ الأستاذ وليد الوكيل. بنشكرك يا أستاذ وليد. شكرا لفندم لحضرتك وشرفنا دايما. شكرا أعزائي المشاهدين، ومع وعد بلقاء جديد وقمة جديدة. إلى اللقاء.